السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا في الفيديو غادي نحاول نشرح لكم واحد التطبيق اللي مهم بزاف، ما يكون عندنا حتى شي درس، لأن بزاف ديال التلاميذ كيسولوني ولا بزاف ديال التعليقات كيجوني كيسولو حول يعني تعلم اللغة الفرنسية. بزاف عندهم جدا مشترك ولا الثالثة إعدادي ولا الأولى باك ولا أي مستوى، بغاو يتعلموا اللغة الفرنسية لأن غادي يقراو باللغة الفرنسية بعض المواد مثل المواد العلمية. فمشيت قلبت لقيت انه كاين واحد التطبيق، اصلا كنت عارف التطبيق هذا غير بغيت نمشي نتاكد على بزاف ديال المعلومات عليه، واش فعلا انه كيستاهل السمعة الطيبة اللي كاينة بطبيعة الحال كيتميز بها. فلقيت فعلا انه من بين افضل التطبيقات اللي كاينين في جوجل بلاي ولا بلاي ستور، ويعني كيستعملوه بزاف ديال الاشخاص، حيث ان التيليشارجمون ديال هاد لابليكاسيون تجاوزت 100 مليون يعني تيليشارجمون، وبالتالي هذا الشيء ماشي سهل، لان ما يمكنش ان ابليكاسيون مباشره تيليشارجها يعني بزاف ديال الاشخاص اكثر من 100 مليون، الا وان هاد لابليكاسيون مهمه وفيها افاده اكثر. اللي كيميز هاد لابليكاسيون انها بطبيعه الحال كتحاولوا ما امكن تعلموا لغه وفي نفس الوقت بحال كتلعبوا. السميه ديالها هي ديولينغو، كاين بزاف ديال الاشخاص كيعرفوها. الا بغيتوا تنشروا تلقاوها في بلاي ستور، دخلوا كتبوا ديولينغو بهذه الطريقه كيفاش مكتوبه هنايا. من بعد منين تنشروا هذه يبان لكم هاد الواجهه، غادي ديروا كومونسي، تكليكيو على كومونسي. من بعد هنا كتختاروا اللغه اللي بغيتوا تعلموها، هنا لونغليس بليونيه ماشي بالضروره الفرنسيه، اي لغه بغيتوها. واللي متميز ان هاد ما تحتاجوش بزاف ديال الوقت، تحتاج واحد شويه ديال الوقت في النهار يوميا، وغتلاحظوا فعلا ان المستوى ديالكم غادي يتحسن. الفرنسيه كما كتلاحظوا ما كايناش، غنديروا اوتر. من بعد هنا كتردوا البال، هنا كتقراو الفرنسيه الالمانيه الى اخره، حنا بغينا مثلا الفرنسيه نستعملوا العربيه، كنكليكو عليها ونديروا اوكي. من بعد هذه مباشره يصفنا لواحد النافذه اخرى، هنا كيسولونا لماذا تود تعلم لغه جديده، علاش بغيتو تعلم، علاش بغيتي تعلم لغه جديده. هنا كطرح كتختار الدراسه ام الثقافه ام السفر ام تنشيط العقل الى اخره. هنا كان مثلا الدراسه، كنجيو نديرو الدراسه، وهنا كيقول لنا هنا اختاروا الهدف ديالكم في النهار، شحال بغيتوا تعلمونا في هذه لابليكاسيون، واش يعني 10 دقائق في النهار بشكل منتظم، يعني كل نهار يوصلك واحد النوتيفيكاسيون واحد الاشعار يعني من هذا التطبيق هذا، باش جيت يعني باش تخدم فيه واحد شويه لمده يعني تقريبا 10 دقائق ولا 15 دقيقه وهكذا. حنا نديروا مثلا 15 ونديروا تابعه. هنا هنا كيسولونا هل ستتعلم الفرنسيه من دل يعني من الاول، يعني شي واحد اللي ما عندوش لا باز ديال الفرنسيه غادي يدير ابدا من الصفر الاولى مثلا، والثانيه اللي كيعرف الفرنسي واحد شويه. هنا كيديروا لنا واحد التيست، واحد الاختبارات هنا، وكنقولوا نكملهم غنكملهم. غادي يجيونا بزاف ديال الاختبارات اخرين واللي تستافدوا منهم بزاف، بحال شكل ديال الستاجات. اذا في عوض ما تشوفوا تلعبوا شي لعبه جلسوا فيها ساعه ساعتين 3 سوايع وما كتستافدوا حتى شي حاجه، فهاد لابليكاسيون راه مهمه بزاف، غادي تستافدوا منها لان بزاف ديال الحوايج تستافدوا منهم. فقط انا هنا كما كتلاحظوا شي ساعه في الاول، لكن من بعد شويه بشويه غادي تعودوا على هاد لابليكاسيون هادي. هنا كيطرحوا سؤال اي مما يلي الفتاة، كنقلبوا حنا الفتاة هو لو كارسون، كنديروا تحقق. اذا حنا جاوبنا على السؤال اي مما يلي البنت، كنجيو نديروا نقلبوا لو كارسون ولا في هي بنت وهكذا. اذا كنبقاو نكملوا التسلسل هذا حتى كنكملوا. هنا كيعطونا كلمات مفقوده، جو اون في، هنا جو سوي اون في، وكنكملوا وهكذا، متفقين؟ اذا هذه الطريقه ديال هذه لابليكاسيون هذه حتى تكملوها، كنظن راه واضحه. فقط الا بغيتوا بحال هذه النوعيه ديال يعني هذه الفيديوهات، لان هذه الفيديوهات هذه تفيدكم بزاف، وحنا لهذا اي حاجه عندها علاقه بمحتوى تعليمي وتستافدوا منها غادي نحاول نشرها لكم. بغيتوا بحال هذه النوعيه ديال هذه الفيديو تقولوا لي في التعليقات، واللي عنده شي سؤال يطرحوا في التعليقات. فمرحبا بالجميع، كنتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو، الى عجبكم ديروا جيم، وموعدنا في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.